نعمل حاجه خفافي سنه، وهي فتت شاورما لذيذه قوي وسهله. وهي مكوناتها ايه؟ رز اصفر، فراخ فيليه هنعملها شاورما، وهنعمل صوص بالزبادي والمايونيز. اول حاجه هجيب عيش شامي عشان امشي بقى على اصولها، وهحمره او تحوريه في الفرن زي ما انت عايزه، يا حمرته زي بطس كده في الزيت، بقطعه وحمره في الزيت، يا اما قطعيه ورش عليه شويه زيت ودخليه الفرن، بس ده متحمر في الزيت، يعني عايز الشكل ده، ده متحمر زي البطاطس، بقطعه وحمره زي البطاطس بالظبط. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا الرز. ايه هي مكونات الرز؟ انا استعملت النهارده رز بسمتي. طيب انا ما عنديش رز بسمتي، يجوز ان استعمل رز بلدي؟ اه يجوز ان احنا نستعمل رز مصري عادي. ايه بقى المكونات؟ انا عاملكم اسهل حاجه، انا عندي كاري وكركم وبابريكا، انا مزود لها بابريكا اهو. اه مش طب كويس انتوا موجود عندكم. كاري وكركم وبابريكا ماشي، وعندي الليمون الاسود وعود قرفه، شويه حبهان، شويه لورو وملح وفلفل وشويه زيت، ده كل مكونات الرز، سهله بسيطه اهو. طيب الفراخ انا قطعتها زي ما انتم شايفين كده، حاجه زي الصوابع، وبصلايه معاها مش اكتر من كده، ممكن تقطعوا معاها كمان قرن فلفل، يعني ممكن نجيب بصلايه وقرن فلفل. طب تعالوا الاول نحط الرز على النار ونشغله. نقول بسم الله، شويه زيت، انا اسهل رز اصفر اهو، انا عامله هنا 3 كوبايات رز بسمتي، يعني هحط عليهم 6 كوبايات من الميه، عليهم معلقه كبيره من الكركم، معلقه كبيره من البابريكا، من الكاري، ومعلقه كبيره من البابريكا، ناخد معلقه ايه كبيره عود قرفه، ليمونه سوداء، ناخد كام حبهان 4 5 فصوص، ورق لورو، وكل ده نقلبه مع بعض. هناخد بقى هنا ايه ملح وفلفل، ويغلي مع بعضه غليان كويس. بعد كده شفت اهو ميه مغليه، فغلي على طول طبعا، سيبيه يغلي، وبعدين هنزل عليه الرز. يعني الاول خدت الاول التوابل حمرتها في الايه في الزيت، مش معاها بصل ولا اي حاجه، عايزه تضيف لها بصلايه مفرومه ممكن، مش عايزه خلاص، هي كده كويسه قوي. وبعدين انزل الرز وهسيبه يغلي، واروح حطها نار هاديه. ماشي، نيجي بقى للفراخ. الفراخ هنتبلها ازاي بقى؟ ولا حاجه، انا بس بديها شويه خل في الاول، معلقه كبيره كده بوزعها عليها، واقلبها معاها. سيبها ثواني. ناخد بقى الايه اللي على ما جيت نعمل الخلطه اللي هي بتحط على الوش خالص، بقى نحط الايه الصوص بتاعنا. عندي هنا كوبايتين من الزبادي وكوبايه من المايونيز. بص انا حطيت هنا بقى ايه، كوبايتين الزبادي عليها كوبايه المايونيز عليها معلقه من الثوم المفروم عليها معلقتين ثلاثة من الخل وملح وفلفل. ده كده صوص خلاص، هنقلبه ونركنه على جنب كده تمام، عشان دي سخنت قوي. تعالوا عشان نعمل الايه الفراخ. الفراخ بقى دي عباره عن ايه؟ بصل وفلفل وصدور الفراخ اللي احنا مقطعينها شرايح، ويا دوبك انا حطيت لها معلقه خل وسبتها ايه تعيش حياتها. فالاول هاخد بس البصل كميه حلوه كده، ومعاها الفلفل، وعليها شويه فلفل اسود. انا حشر فلفل اسود في كل حاجه صراحه، في ناس بتقول لي لا 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 انا ما احطش عادي فلفل اسود، ممكن تحطش فلفل ابيض، بس عامه الفلفل الابيض اغلى قوي من فلفل اسود، فملوش لازمه عادي يعني. هناخد هنا بقى كده ايه بندبل شويه، بنسخن
بسخنها، بسخن البصل والفلفل. حلو الكلام. هناخد بقى الرز بتاعنا اهو ما شاء الله. بسم الله. وبعدين الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. وهناخد شويه عيش. وعليها الصلصه. وبرده الصلصه ما بحطهاش كلها طبعا، بس بتزوقي بيها كده وتحطيها جنب الاكل اللي عايز يزود.